إن الاعتداءات المسلحة التي تشنها ميليشيات الدعم السريع المدعومة بالسلاح من دولة الإمارات تستهدف بشكل عامد وممنهج القرى والمدن، مستفيدة من عدم اتخاذ المجلس موقفاً حاسماً تجاهها، ويستمر تدفق الدعم الإماراتي للميليشيا عبر تشاد وجنوب ليبيا وأفريقيا الوسطى، حيث وصلت خلال هذا الأسبوع بعد المعركة التي جرت في دارفور بعد أن قصفتها عصابة الدعم السريع، وصلت عصائب من المرتزقة عبر أمدخن والطينة وأدري التشادية، ويتم إخلاء جرحاهم إلى مستشفيات أم جرس وأبشي عبر جسر جوي إلى الأمارات. إن من يريد صنع السلام في السودان عليه أن يأتي بقلب سليم، وأن دولة الأمارات هي الدولة التي ترعى الإرهاب المنمذج والعرقي في السودان، وإننا حشدنا لكم كل البينات والدلائل والصور ورفعناها إلى مجلسكم الموقر لكي تناقش، ولكن دولة الأمارات بفعلها وشرها عرقلت الاجتماع بصيغته المطلوبة. عندما كان السودان يدعم الدول وحركات التحرر لم تكن دولة الأمارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم، ولذلك نحن نعلم شرها، ونحن الذين أسسنا مجدها وأسسنا تراثها الحديث ونهضتها الحديثة بأذرعنا وبملكاتنا العقلية. أرجو من مجلسكم الموقر أن يتداول بشجاعة وأن يخطو الخطوة الأخيرة، وهي ذكرى الأمارات إيانتها حتى تتوقف الحرب.